دور كبير بيقوم بيه صندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات. تمثلت آخر الجهود اللي قام بيها صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي على مدار الأيام الماضية في القيام بتوزيع ما يقرب من 187 ألف كرتونة من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في 13 محافظة حتى الآن. يأتي هذا في الوقت الذي أطلق فيه الصندوق بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من حملة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية استعداداً لشهر رمضان المعظم. للمزيد من التفاصيل حول حملة أبواب الخير وجهود صندوق تحيا مصر ينضم إلينا الآن عبر كاميرا أكسترا نيوز الأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. أستاذ محمد أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الحقيقة إنه في مجموعة من المبادرات أو مجموعة من الجهود بيقوم بها الصندوق، لكن خليني أبدأ مع حضرتك من أبواب الخير. لو توضح لنا الحملة وتوضح لنا بدأت إمتى واستهدفت قد إيه وإيه اللي حققته؟ يمكن الحقيقة إحنا متعودين في كل شهر رمضان إن إحنا نحاول ننوع من الأنشطة اللي بننفذها وصولا بأكبر حجم من الدعم للأسر الأولى بالرعاية. إحنا بدأنا تقريبا من منتصف شعبان الماضي علشان نقدر نعمل استعدادات لاستقبال شهر رمضان بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية. بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي أطلقنا حملة بعنوان أبواب الخير، هدف استهدفنا في البداية ربع مليون أسرة كاستعداد لهذه المناسبة. الحمد لله حاليا دلوقتي احنا بنستهدف اكتر من 570 الف أسرة بالمواد الغذائية في شكل كراتين بنحضرها من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة ل 1700 طن من الدواجن بتوزع في شكل شنطة كل أسرة بتحصل مع الكرتونة دي على ما يقرب من 2 كيلو 200 او 2 كيلو 300 جرام من الدواجن. ايضا مستهدفين نوزع 500 طن من البطاطس، بالإضافة كمان لمجموعة من الخضروات والفواكه اللي بنقدر بيها ان احنا نوفر الاحتياجات المعيشية للأسر المستهدفة من خلال حملة أبواب الخير. طيب بيتم توزيعها ازاي أستاذ محمد؟ لأنه في كمان مسألة متعلقة بالقوافل اللي موجودة في المحافظات والتابعة لصندوق تحيا مصر، وهل هي تابعة للصندوق فقط ولا بيتم التعاون كمان مع وزارة التضامن في هذا الشأن؟ مفيش شك طبعا احنا اساس اي نشاط بيعمله الصندوق ان احنا بننسق بدايه مع وزاره التضامن الاجتماعي وعدد كبير جدا من مؤسسات المجتمع المدني، والهدف بكده ان احنا نوحد جهودنا ونوصل باكبر حجم من الدعم لاكبر عدد من الاسر الاولى بالرعايه. عشان كده سبق عمليه اطلاق حمله ابواب الخير تحضيرات كتير مع وزاره التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالاسر المستهدفه من خلال قواعد بيانات الوزاره، وايضا كمان تم التشاور مع عدد من منظمات المجتمع المدني اللي بتشاركنا في تنفيذ هذه الحملة علشان نقدر ان احنا نوزع جهودنا على مدار الشهر بحيث ان كل أسرة تحصل اكتر من مرة على الدعم سواء من صندوق تحيا مصر او من باقي منظمات المجتمع المدني. كمان قسمنا الجمهورية على شكل نقاط اطلاق لعدد من الفيوم وبني سويف والمنيا، بعد كده أطلقنا قوافل خاصة بوسط وجنوب الصعيد بالإضافة للوادي الجديد ومطروح وكمان شمال وجنوب سيناء. خلال الأسبوع الحالي يمكن أطلقنا بالأمس قافلة محافظة الجيزة، النهاردة خلال ساعات قليلة هنطلق قافلة محافظة القاهرة وتباعا الأليوبية في الأسكندرية. زي ما قلت لحضرتك احنا مستهدفين أكتر من 570 ألف أسرة، ده من خلال صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل معنا. طيب أستاذ محمد، حضرتك ذكرت منظمات المجتمع المدني، آخر كلمة في كلام حضرتك، إيه دورها بيكون بالظبط لو حضرتك توضح لنا؟ وكمان مشاركة القطاع الخاص بتكون إزاي في حملة أبواب الخير؟ لو اتكلمنا على مؤسسات المجتمع المدني احنا بنتكلم ان في مؤسسات كبرى ومؤسسات او جمعيات قاعدية، وهي المقصود بها الجمعيات الصغيرة
اللي بتكون موجوده في كرة ونجوع مصر، وهي الاقرب للمستفيدين والمستحقين من خلالنا. علشان كده احنا بنتواصل معاهم سواء في التحضير لعمليات التوزيع، اما فيما يتعلق بالمؤسسات الكبرى اكيد طبعا هي بتتشارك معانا سواء بنسبه من المواد الغذائيه اللي بيتم توفيرها. عشان كده احنا بنحاول نعمل قوافل مشتركه بحيث نوصل باكبر حجم من الدعم زي ما وضحت لحضرتك. اما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فمفيش شك ان صندوق تحيا مصر قائم على المساهمات والمشاركات سواء من القطاع الخاص والافراد او الهيئات حتى اللي بتشارك معانا في كل حملات الصندوق. عشان كده ايضا احنا بنتشاور مع شركائنا في القطاع الخاص طوال الوقت علشان نعرف حجم المشاركه من خلال الميزانيات المرصوده من عندهم للمسؤوليه المجتمعيه لتنفيذ الانشطه داخل المناطق الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه. طيب المساعدات او القوافل اللي بيطلقها الصندوق بتكون كلها مواد غذائيه ولا بيكون في امور اخرى او اشياء اخرى في القوافل دي؟ مفيش شك طبعا ان طبيعه نعم أستاذ محمد الغذائية وفكرة إفطار الصائم هي بتشغل الحيز الأكبر من الاحتياجات اللي بيحتاجها الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر الكراتين المواد بالتوازي مع ابواب الخير. هدفها ان احنا نوفر الوجبات الجاهزه لاكثر من 33500 صائم على مستوى 16 محافظه من خلال وجبات جاهزه بيتم توزيعها من خلال متطوعي الصندوق في 16 محافظه. ايضا كمان احنا بحلول عيد اكثر من 150 الأسر الأولى بالرعاية ونفرح الأطفال بفكرة اللبس الجديد بمناسبة العيد. طيب على أي حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. يمكن يعني بعض المشكلات الفنية الصوت من المصدر، لكن أنا على أي حال بشكر حضرتك على كل المعلومات اللي أنت وضحتها لنا عن الصندوق وعن حملة أبواب الخير وما يقدمه من مساعدات لأهالينا في كل المحافظات خصوصا في شهر رمضان الكريم.